السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا الباوزر فيوري، وفي الحلقة اللي طافت قدرنا أن نجمع 40 كات شاين وفتحنا أو طلعنا منطقة جديدة اللي هي المنطقة النارية اللي كانت فوق الشلال. عموما راح يبقى لنا تقريبا منطقة واحدة ثلجية ما راح يمنعنا نخلصها. هلا برعي، عاد برعي الحين مين قده؟ الشباب كلهم يسألون عنا وما عندهم إلا برعي وبرعي. يلا حركات حركات. عموما خلونا نتوجه يا جماعة الخير، القفز البرعية، نتوجه إلى المنطقة اللي حررنا منها واحدة من القطاوة. جميل، أوكي، يبغى لي أنتبه من موضوع الثلوج. ويو ويو، أوكي، يعني الخطة راح تكون بالأعلى يا شباب زي ما قاعدين نشوف. أوكي، يعني على أساس أنكم أنتوا بروبلرات وحركات. أوكي، ما علينا ما علينا. هلو، ارسم يا عزيزي، ارسم يا عزيزي. نقدر نتوجه الى هنا صح؟ اوكي ممتاز. ما ادري وش الشغلة اللي ظهرت. وردة، والله وردة يا بيبي باوزر، خلها لك صراحة، خذها انت لو سمحت. جميل، نقدر ان نتوجه الى الاعلى الحين. ممتاز، ما راح ننسى موضوع القروش يا شباب. نو نو نو، ليس بالطريقة هذه يا أبو السعادة، كلها بروفلرات في الجهة ذي. أنا ما أدري إيش اللي خلاني أنقض المشكلة لسه، يعني تجيني أحيانا لخبطات في موضوع التحكم مع القطوة وإن هالأمور، لكن ما علينا. ممكن تتسلق لو سمحت، شكرا جزيلا. ما أحس أني استخدمت البروفلر كثير في الجزء ذا. نايس، اوكي، يا سلام يا سلام، هذه الشارد الاولى. انت خش البايب، اوكي ممتاز. فهذا صار عندنا زي الشورت كات، بدل ما اروح وارجع في موضوع التسلق راح اكون هنا على طول. ممتاز، خلونا نكمل يا شباب زي الحلاوة. على كثر ما أعلق على الزر، يا سلام، هذه الشارد الثانية، على كثر ما أعلق على الزر الجلايدنج أو الهبوط راح يكون أبطأ. ممتاز، خلنا نتأكد بس ما في شاردات هنا ولا هنا. أوه ماي جاد، كانهم أطوال بزيادة، ابتعد عنهم. يلا بيبي باوزر، كنت أبغى أنه يدمجهم على الأقل. وشو هنا عندنا؟ عادي، إحنا ما خسرنا اللي عندنا. جميل، تسلق لو سمحت، مع ان عادي حالاته ان نرقى بالطريقه الكلاسيك. اوكي، او جميل، يا سلام، صباح الروقان يا شباب. ويو، بسرعه بس قبل لا يصحى الفيوري. ممتاز، اوكي، هذه الشارد جالس اشوفها. وش ذا الشيء الموجود فوق؟ وش هذا؟ اوه اوكي ممتاز، الجراند باوند تبعتنا بتصير دريهماويه. ويو، ما علينا، اي عادي، نرجع الى الاعلى نتاكد ايش في اشياء فوق من عطايا. والله شوف يا بيبي باوزر، هذه ما لي خلق اجيبها، روح نجيبها وخلك مفيد، خل نفسك مفيد صراحه. طيب شكرا. يعني عادي كنا نقدر ان ننزل ونتسلق، بس يلا نستفيد منه، مو موجود على الفاضي طبعا. جميل جدا يا شباب، نقدر نقول ان اخذنا اول كات شاين موجوده هنا. اوكي، نتسلق هنا في الثانيه، فاحنا رقينا فوق البرج، يعتبر ممتاز الوضع. اهم شيء ان ناخذ الكات شاين بالبروبلر. جميل، كذا اشعلنا ثاني كات شاين في المنارة. طلعت لنا حلقة برعية وكم من مهمة. جميل، اوكي، الفيوري قريب ويصحى يا شباب، خلونا نحاسب بس. طيب خلونا نتأكد، هل في اشياء عطايا شغلات ممكن نستفيد منها؟ اوكي، شوف لنا وش الموجود هنا يا الجونيور.
اوكي جميل. طيب شوف شوف شوف، روح انت يا زفت، خلني اضرب واحدة منهم. الله يقلع بليزك يا البيبي، والله ما عندك سالفة. كنت ابغاهم، ابغى اضربهم لان هذول يعطونا دريهمات. النجمة عادي خلت ولي. طيب نروح ونرجع، خلينا نشوف شو وضع الفيوري. وين الفيوري اصلا؟ فيوري على الاغلب، او ماي جاد، ما بقي له شيء ويصحى. طيب ما علينا، احنا الى الحين ما اكتشفنا وين البلوكات البوزريه، ما اكتشفنا ولا عرفنا مكانهم الى الحين. خلونا نستكشف يا شباب. اوكي هل اوكي نايس نايس، عرفنا اماكنهم. هل بيصحى الحين؟ والله شوفوا يا شباب. اوكي صح. خلاص كنسل خطه، كنسل خطه يا مدير. يلا يا عزيزي، يلا يا فيوري اصحى وخلنا نتفاهم معك. هو بنحتاج انه يفعل لنا المكان ذا بس. مع أصوات الأنفاس تبعته، أعتقد أني راح أحاربه بس مو الحين، بعد شوي، بعد شوي راح أحاربه. يا الله شوف كيف لما يصرخ أثار الهواء أنه قد إيش الصوت عالي وقوي. أعتقد دمرها. ليش الفيوري ما دمرته؟ دقيقة يا ساتر. اوكي ممتاز، والله خرشني، والله خرشني يا شباب. لاحظتوا ايش اللي صار فجأة؟ اوكي ما علينا، ارجع لسباتك الحين. شوفوا يا شباب، طبعا هذا تكلمنا اللي هو دقيقة، هل المشكلة ليتني قدرت اسويها. لحظة ولا بخليها بخاطري ولا بخاطركم. شفتوا اللي اخذناه الجرس اللي هو موجود لو تلاحظون تحت، صح تشوفون الماشروم وهالاشياء، اخر واحد على اليمين لو تلاحظون، اخر واحد على اليمين شوفوا كيف شكله. هذا يخلي الجراند باوند حقت القطوة، شوفوا كيف دري هماوية يا شباب، حتى طلعوا شكله. رهيب شكله. ما علينا، برعي تعال يا برعي، راح احتاج اني اروح وارجع على اساس اسوي ابديت للمنطقة، ولكن خلنا نتأكد ونشوف الشغلات اللي ظهرت. ظهرت بس الحلقة البرعية هذه، والله اشوف ما يمنع، ما يمنع. يلا خلونا نروح ونرجع لبال ما يصير ابديت للمنطقة. كات شاين، يلا يا برعي لا تفشلنا قدام الشباب. يلا ويو، سلام على برعي، سلام على برعي. لا هذه ما كانت سريعة كفاية، بس ان شاء الله بيمدي يا شباب، نعتمد على برعي كلنا. كفو كفو كفو، ما خذلنا ما خذلنا. جميل نرجع للمنطقة تبعتنا، لسه الحبيب نايم. ويو القفزة البرعية. رهيب صوته، جميل. على الأغلب أنه صار لها أبديت المنطقة، ولكن أوكي هذه بنشوف إيش موضوعها بعدين. خذنا إلى المنطقة هذه لو سمحت يعني يا برعي. كلايمب جميل، على الاغلب انه راح يكون اوكي الى الاعلى الى ما نوصل الى المنطقه هذه. هل انقز على طول؟ شوفوا ما حطوا لي هذه على الفاضي. نايس، ركز يا ابو السعاده. او ماي جود، اوكي نايس. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة.
زي الحلاوة باقي لنا آخر واحدة بس يا شباب، ونكون حللنا المنطقة هذه بالكامل من ناحية الكات شاينز. أوكي، ودي بوحش يدمجني من هنا. ما في وحوش عشان ودي أسوي الجراوند باوند. ما أعتقد إن في وحوش هنا، وما أقدر أسوي جراوند باوند وأنا بالبروفيلر بالطريقة هذه. تدرون يا شباب، خلونا نروح هناك تدمج. يلا برعي وصلنا لو سمحت. ولا أقول لكم لا 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 لا، خل قبل الله يصحى الفيوري. إيه قبل ما يصحى نروح نرجع أساس نسوي المهمة الأخيرة. جميل، المفروض إنه صار لها بديت. يع يع، تذكرون هذه تبعت البرج المخفي؟ شوف المفروض إنها تأبدتت. لويجي الوسخ يا شباب. شوف اعتمد عليك البيبي باوزر الحين. يلا يا البيبي باوزر اديله اول صفقة. حلو حلو ممتاز. انا بعطيه ثاني صفقة الحين. انقدرت يعني، الله يقلع ابليسك. هل ضرباء الصفقة الثانية؟ وين راح وين راح وين راح للويجي الوسخ؟ لا اله الا الله. اوكي اوكي، يبغالها تسلق المرة الثانية. من يعرف كم باقي له؟ ما باقي له شيء، ما باقي له شيء. حسبي الله عليك الويجي الوسخ. اوكي هذه الضربة الثانية. لا تقعد تلف، لا تلف لا تلف. احتاج ضربة واحدة بس يا شباب، احتاج ضربة واحدة. ارجوك اضربه، ارجوك اضربه يا الجونيور، اضربه ارجوك ضربة واحدة. يا سلام، شكرا شكرا شكرا. يا قلبي كذا حللنا المنطقة بالكامل. والله فزع لنا الجونيور قبل لا يسحبوه، وبالتالي نكون حللنا المنطقة. ممتاز، الحين راح نتجالد معه، راح نتجالد مع برعي. برعي اطلع يا برعي. يلا يا ابو البراعة، على الجرس على طول على طول. وخر وخر عنه وهو يصرخ. يلا يا ابو البراعة. يو او ماي جاد او ماي جاد. يلا يلا ركز، احنا جاهزين لك الحين يا باوزر، احنا جاهزين لك. يلا اوكي اوكي، بنحتاج البلوكات هذه اللي يطلقها طبعا. يا الله ليش يروح بعيد؟ وش القذايف هذه الغريبة؟ يا سلام، كويس اذا جات عليه الطلقة. خذ الضربة الاولى. شوفوا يا شباب، خلونا نشوف ندور بعض القذايف اللي رماها لعل وعسى. اوكي بما ان سوى الشقلبه ذي ممتاز. صح، هل يبغى يحاربنا؟ راح يرجع لسباته. ممتاز مرة ممتاز، واضح انه صار اقوى من قبل. جي جي يا شباب، واضح ان بيبي باوزر عنده شيء بيقوله. ماني مصدق قد ايش بابا باوزر صاير ضخم وقوي الحين، محاربته تصير اكثر رعب في كل مرة يظهر لنا فيها. انا اعرف اننا راح نرجعه مثل ما كان قبل اذا استمرينا اكثر بالمحاولة، ما راح نستسلم الحين. فخلونا نرجع يا شباب. لحظة دقيقة، وشو قلتشت؟ ليش المطر جالس يطق الحين؟ نحتاج 50 الحين، نحتاج 50 عشان الجرس. لحظة لحظة، ما تفهمنا، ما اتفقنا من الحين. خير يا ليش من الحين؟ طيب اصبر شوي، في دودة ذا عادي نلقط شاينات نخليه يخمد عادي. وش سالفة السماء؟ اوكي عندي هذه يا شباب. يلا يا برعي، لا مو برعي، احتاج مين؟ اوكي احتاج بيبي باوزر. بسرعة يا بيبي باوزر، ترى ما عندنا وقت. لا 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 لا، جراوند باوند جراوند باوند. كويس ممتاز. هل قتلتهم؟
اقتلهم لي لو سمحت، لو سمحت اقتلهم لي. اضرب اضرب اللي هناك، وخليني اتخبى، خليني اتخبى من ابوك، مو تتخبى معي. الله يقلع ابليسك. اوكي كويس، خلاص خلاص. وش بعد بقى؟ مين اللي بقت؟ تعالي يا زفت. حلو 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 حلو، خلونا ننزل يا شباب. حلو، نغوص بالطريقة هذه أفضل. طيب ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز جدا. طيب كويس، واو يا شباب. هاه، ماني فاهم موضوع السماء، لكن يلا. يا شباب، ليش قاعد يجينا بسرعة؟ شو السالفة؟ علقت اللعبة ولا إيش؟ ولا علشان السماء قاعدة تتغير؟ استهبال هو. إيش سالفة اليوم؟ زعلان ذا ولا إيش وضعه؟ يا الله. لا 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 لا، ما في الا نتوجه الى المنطقة الجديدة. استهدي بالله، استهدي بالله. على طول على طول على طول نتوجه الى المنطقة الجديدة. اغطس يا برعي، اغطس يا برعي. ممتاز ممتاز يا شباب. ما ادري وينه وصراحة. اوكي باوزر، احنا نحبك كلنا. يو طيب اوكي، ناخذ النجمة، نخليه يخمد شوي. يا ربي، شوف 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 بيبي باوزر، انت حط بالك من السبايك الموجود هنا. انا خلني ورا البلوكات. يلا 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 يلا، كات شاينان، الكات شاين حقتنا. كات، الله يقلعك. او ماي جاد، او ماي جاد، او ماي جاد، لا تطلع. الله يرحم لي والديك، لا تطلع. ما توقعت انه يقرب بالطريقه هذه. انقلع انقلع عنا، انقلع عنا يا باوزر. كذا ممتاز يا شباب. رسالة من الجيجا بل يقول لك باوزر فيوري صار مرة قوي لدرجة ان اضواء الكات شاينز ما تأثر فيه. تستهبل بعد، الله يسر يا شباب. سووا دعاء، سووا دعاء. والله يا باوزر نحبك ونحترمك، كلنا كلنا نحبك ونعرف انك اقوى واحد، انك ملك، ملك ماريو. او ماي جاد، وين اروح يا شباب؟ يا ربي لا، اوص اغطس اغطس، احتاج برعي، احتاج برعي. يا الله يا شباب. طيب كويس، ابغى برعي، برعي اطلع. الله يقلع ابليسك يا برعي، وين رايح؟ يا قلبي، يا قلبي، يا قلبي. يلا ما عليه، وين نقدر نروح، وين نقدر نروح؟ ما ادري ما ادري. اوه اوكي اوكي، هذه منطقة، هذه منطقة ممكن نروحها. اوكي اوكي، ما ادري كيف بنروحها. استخدم، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. تشيزت تشيزت، استخدم واحدة ثانية. ممتاز ممتاز، برعي ما يبغى يسع. او ماي جاد، ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، هذا هو برعي موجود. الله لا يوفق ابليسك يا برعي. اوه طيب، هذا راح يهدي الوضع شوي. هذا راح يهدي الوضع شوي يا شباب. اوكي ممتاز. قسما بالله ما ادري ايش فيه، جن فجأة. ندمر هذول. ممتاز، مرة ممتاز. ممتاز، 49 باقي لنا واحدة يا شباب. طيب كويس انه راح. ما راح والله، والله ما راح. الله يقلع ابليسك.
اوكي هذه المنطقة اللي جينا منها. يا ليه لازم تطلع مرة ثانية؟ ليش يا الفيوري ليش تطلع مرة ثانية؟ اوكي جلس اشوف فيك هات شاين بعيدة. وين هو اصلا؟ اعتقد انه ورا يا شباب. لا 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 استهدي بالله استهدي بالله. اوكي هذا هي واحدة جالس اشوفها بعيد. يلا اوه يا ربي استهدي بالله استهدي بالله. الله يرحم لي والديك الله يرحم لي والديك استهدي بالله. الله لا يوفقك يا شيخ. اوه يا ربي نسيت انه بيختفي هالزفت. اوه اخيرا حررنا الجيجابل يا شباب. برعي برعي اعتمد عليك. لا 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 انتبه انتبه برعي ضعيف قدام الشغلات البلاك هذه. اصبر اصبر غوص. بالشكل ذا ممتاز. على طول راح نتوجه. لحظة وين ممكن نتوجه؟ هذا هذا اقرب. اي المنطقة هذه يا شباب هذه المنطقة الجديدة. يا الله بسرعة 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 قبل لا يطلق. والله حطنا في ضغط نفسي مو طبيعي. اوكي البلوكات يا شباب خذ دي بحتاج واحدة ثانية. خذ هذه بعد وخذ هذه بعد عشان تعرف تحطنا تحت ضغط نفسي يا زفت. دقيقة هل في غيره؟ جراوند باوندات. اوه ماي جاد بعد. اوه لا 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 كفاية كفاية. لسه في الفيوري مود ممكن لكن رجع الشكل الحقيقي. ايش يبغى في الجيجا بيلز؟ ليش جمعهم؟ جمع الثلاثة جيجا بيلز يا شباب. معناها ما راح نقدر ان نكون كبار لان اخذ الجيجا بيل. اوكي راح نحاربه مع برعي يعني. يو طيب واو طيب اوكي ممتاز. ممتاز جالسين نضربه بالجيجا بيلز يا شباب. اوكي نعطيها الغوص. لازم نكون عنده اول ما يريج يا شباب. ممتاز ريج ريج مرة ثانية. خدي ضربناه الضربة الثانية يا شباب. واضح انه راح يرقى الى جهة الشلالات. كأنه ريج. اوكي كويس انتبه. ممتاز
يس خذ هذه. ضرب ذا الضربة الثالثة. القتال حماسي بزيادة. نقدر نقول إن جي جي يا شباب. كذا خلصنا من باوزر. نقدر نقول إن رجعناه على طبيعته ورجعناه لطبيعته. فجي جيز. مبسوط يا حليل البيبي. والله والله مو معبرة. طيب اشكرني. طيب رجعتك. والله حاقد ذا. والله حاقد إلى الحين. إيش دعوة. إلى الحين يا شباب. أوكي. بس أنت حبيبي. يا ابن ال ايه من لقى احبابه نسى اصحابه. اوكي عادي عادي. عندي القطاوه يحبوني اصلا. القطاوه كيوت. وبرعي كيوت بعد. اوكي فكذا يا شباب نكون خلصنا اللعبة من ناحية الستوري العادية. ما خلصناها 100% إلى الحين. فلسه قدامنا شغلات ما سويناها. نقدر نقول إن خلصنا القصة الأساسية ولا الكاجوال جيم بلاي. فخلونا الحين نسوي سكيب للكريدت. حصلنا 50 شاين من أصل 100. فحنا جمعنا النص يا شباب. فممتاز. المنطقة اللي بدينا فيها. ممتاز. يعني بالإضافة إلى الأماكن الجديدة عندنا المنطقة اللي بدينا فيها كمنطقة جديدة. يقول بابا باوزر وأنا المفروض أن نستمتع مع بعضنا في هالبحيرة، لكن رجع كبير ومعصب من جديد. حطيت لك علامات بالخريطة على أماكن وجود الكاتشاينات. خلنا نلقاهم مع بعض علشان نرجع بابا باوزر. ممتاز جدا يا شباب. أوكي ممتاز. في عندنا مهام زيادة. اسمعني ماريو، أنت ساعدتني كثير فراح أخلي الشيء سهل بالنسبة لك. أوكي الحين راح نقدر يا شباب أن نسوي وورب. نقدر نسوي أو نتنقل من بين الأماكن على طول. أول ما نخلص منطقة معينة راح نقدر حصة. هلو والله. أوكي في مهمة واضح أنها تجميع تودات. كان واحد منهم كابتن تود. نايس يا شباب مرة نايس. فبمجرد ما نروح الخريطة زي ما تشوفون الأماكن اللي حللناها نقدر نروح لهم على طول من دون ما نمشور حبيبنا برعي. فخلونا إلى هنا نوقف يا شباب. نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. فإن شاء الله أنكم استمتعتوا وانبسطتوا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وبإذن الله راح نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.